بدينا انفجن من سنه 2023 هذه المنصه نحن ارتينا نسويها على اساس نربط القطاع الخاص بالقطاع العام نناقش فيها اهم القضايا والتحديات اللي واجهها القطاع بما ان نحن لاعب رئيسي في هذا المجال والحمد لله هذه ثاني سنه على التوالي والاقبال نفس ما انت شايف اقبال كبير جدا يعني واليوم الاشياء اللي ياسين ناقشها نفس ما انت عارف الذكاء الاصطناعي اتوقع هي من اهم الاشياء اللي هذا القطاع اليوم ياسين ناقشها مع القطاع العام والقطاع الخاص وكيف نحن ممكن نفعل موضوع الذكاء الاصطناعي على مستوى دولة الإمارات نفس ما أنا تفضلت لو شفت أنت العرض اللي أنا سويت اليوم أتوقع الذكاء الاصطناعي موضوع أن نوفره هذا صار موضوع مسلم فيه اليوم الكل شغال بحيث أنه يوفر تطبيقات للذكاء الاصطناعي بس نحن كشركة اتصالات المتكاملة جو شوية شوية من نظرة مختلفة أنت لازم تبني البنية التحتية اللي تعطيك الخدمات هذه اليوم نحن كشريك استراتيجي نبني هذه البنيه التحتيه من داتا سنترز من خدمات الكلاود الخدمات السحابيه السياديه هذه بتكون جدا مهمه في المرحله القادمه لان اليوم انت لازم تحفظ هاي المعلومات في مكان امن على اساس ان المشترك يكون فعلا يستخدم هذه التكنولوجيا والتطبيقات بشكل امن وبشكل يخدم مصلحته السحاب السيادي انت عندك نوعين من السحاب عندك عندك السحاب اللي تطلع على كلاود وعندك السحاب السيادية اليوم إذا أنت تبغى تعطي تطبيقات من دوائر لها معلومات هامة ومعلومات ما تقدر تطلعها على الببليك كلاود أنت مضطر تبني له سحاب سيادية لو تلاحظ نحن صار لنا قبل كم من شهر أعلننا إعلان مع شركة أوراكل أن نبني خدمات سحابية سيادية اللي هي أوراكل ألوي بحيث أن نحن نوفر هاي الخدمة طبعاً هاي الخدمات السحابية لازم تكون في ديتا سنتر ولازم تكون في مباني تكون ملكنا نحن بحيث ان احنا نكون متحكمين بالاوبريشنز بالدخول والخروج بحيث ان احنا نضمن سريه المعلومات هذا السحابه السياديه هي مصطلح لخدمه تتوفر اليوم اي شخص ممكن يستخدمه اذا هو يشوف ان المعلومات اللي بيوفرها تكون في سحابه امنه وسحابه سياديه اليوم نفس ما انت عارف اللهم لك الحمد نحن اليوم في دوله الامارات دائما سباقين في التكنولوجيا والحمد لله هذا بفضل القياده الرشيده آه نفس ما انت شايف اليوم القياده عندنا هي اللي درايفنج التشينج للاي وهذا مخلنا نحن كقطاع خاص نشتغل بشكل كبير ان نوفر الرؤيه اللي يبونها القياده والله لك الحمد دوله الامارات صارت سباقه وواحده من اكثر الدول على مستوى المنطقه ومستوى العالم في خدمات الذكاء الاصطناعي في ارتفاع كبير لنفس ما انت عارف آه موضوع الديجيتال ترانسفورميشن على مستوى الحكومه على وعلى مستوى الدوائر صار كبير فالطلب على هذه الخدمات فعلا زايد بشكل كبير وملحوظ. التركيز الرئيسي اليوم هو على تكنولوجيا الحوسبه السحابيه وبالذات فيما يخص اهتمام الحكومات بالحوسبه السحابيه السياديه. لا شك انه ما يحدث في العالم حاليا من الظروف السياسيه اه مخلي فيه الاهتمام يتوجه الى استخدام بنيه تحتيه اكثر امنا آه والاهم انها بتوفر للحكومات امكانيه آه السيطره على آه آه محددات آه تشغيل واستخدام آه السحابه. آه من النقط المهمه اللي بنركز عليها كمان ازاي نقدر نوفر خدمات على البنيه التحتيه للحوسبه السحابيه واهمها هو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي لا شك حاليا هو الاهتمام الاول آه ليس فقط في المنطقه ولكن في العالم كله. هنا المنطقة الحقيقة رائدة والامارات من الدول الرائدة في ليس فقط استخدام الذكاء الصناعي ولكن بناء التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الصناعي وده بيربطنا بالنقطة الأولى اللي هي الحوسبة السحابية لأنه الذكاء الصناعي في العالم أكثر من 90% من استخداماته بتم على الحوسبة السحابية وبالتالي لما تكون الحوسبة السحابية بتتمتع بمعايير أمان وحوكمة أفضل من حسابات السحابيه العامه او الببليك كلاود فده بيوفر بالتالي امان اكثر لتطبيقات الاي اي. الاي اي او الذكاء الاصطناعي اعتماده الرئيسي على طبعا المودلز اللي بتحلل استخدامات الـ الذكاء الاصطناعي ولكن الاهم هو اعتماده على الداتا. وده السبب الرئيسي انه حاليا التركيز على اقتصاد الداتا وازاي نقدر ان احنا آه نوفر الديتا السليمه بحيث المخرجات من الذكاء الصناعي تكون سليمه. آه احنا ممكن يكون عندنا افضل تطبيق للذكاء الصناعي ولكن يتم تغذيته او تدريبه بديتا خاطئه وبالتالي النتيجه هتكون آه آه غير مفيده. فهنا الدمج ما بين ثلاث آه معايير الرئيسيه او ثلاث تكنولوجيا الرئيسيه كلاود كومبيوتنج الحوسبه السحابيه الاي اي الذكاء الصناعي والديتا هو اللي بيدي النتائج المتوقعه من الديجيتال او تطور التكنولوجي اللي احنا بندعمه في الامارات. دوله الامارات الحقيقه من الدول الرائده في المنطقه او في العالم في مجال الأدابشن او استخدام تطبيقات الحاسبه السحابيه على مدار السنين اللي فاتت وحاليا في مجال الذكاء الصناعي. التطبيقات اللي شايفين انها حاليا الامارات بتركز عليها هي سمارت سيتيز او المدن الذكيه. ازاي آه آه نقدر ان احنا نسهل الخدمات اللي تم توفيرها آه لقاطني آه دول المدن المختلفه في الامارات. النقطه الثانيه اللي اصبح عليها تركيز كبير كمان هو آه تيسير الخدمات الحكوميه للمواطنين والمسلمين. آه اصبح دلوقتي في تركيز عالي جدا على توفير اللي الاي اي او المساعدين المستخدمين الذكاء الصناعي بحيث ان انا ما اقدرش ان انا مش ان انا استخدم تطبيق معين او اروح مبنى معين، انا اقدر اعمل كل ده عن طريق تطبيق الذكاء الصناعي آه اللي بتعامل فيه مع الحكومه مباشره. آه النقطه كمان آه الامارات دوله رائده فيها، الامارات مش فقط بتركز على استخدام التكنولوجيا، في مجهودات كبيره جدا حاليا في الامارات للبناء آه آه واضافه لتكنولوجيا الذكاء الصناعي فبنشوف دلوقتي ان الامارات بتبني اي اي مودلز آه يتم تطويرها بالكامل داخل آه الدوله. آه لا شك برضو انه آه لو حضرتك بصيت على جميع الدراسات اللي بتحصل آه دلوقتي هتلاقي انه في آه تحسن آه اكثر من 30% ما بين النتائج الخاصه بالشركات والحكومات اللي تستخدم الذكاء الصناعي وما بين اللي لسه ما ابتدتش الادبشن او ما ابتدتش آه استخدام التكنولوجيا دي وده شايفينه هنا بالذات في القطاع الحكومي في الامارات القطاع الحكومي القطاع البنكي وقطاع آه الريتيل.